صامدين على كل هي تسعة. والله بكيت حابب تشوف المساكن قدامهم مش بعيد عن كل دور المسكونة هاي. منطقة فعلا يعني بأمس الحاجة للتحرك في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول قانوني من خلال إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلف الجدار من قبل الإسرائيليين، وبالتالي هناك محاولات إسرائيلية لخلق حالة جدلية حول طبيعة هذه الأراضي، وبالتالي كل الدنيا تعرف، والخرائط أيضا تثبت موقفنا بأن هذه الأراضي هي احتلت عام 67. الجانب الآخر هو المساكن الموجودة هنا، ونحن نتحدث عن أكثر من 150 بيت 170 بيت في هذه المنطقة، يعيش فيها حوالي 1500 شخص. هذه معرضة وبشكل تدريجي ضمن الخطة الإسرائيلية لعمليات الهدم. هناك اختراط بهدم بعض المنازل، نحن نعمل الآن من خلال جهة الاختصاص من أجل تثبيتها ومنع تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية من خلال إشمالها للمخطط أو دخولها في إطار المخطط الهيكلي لمدينة طول كرم. هذا يعني تحرك مهم وشغالين عليه إن شاء الله. الجانب الثالث هو تقديم الخدمات، يعني هناك يعني كما ترى الخدمات الموجودة هنا خدمات بسيطة، وبحاجة هؤلاء المواطنين لمزيد من الخدمات حتى يعيشوا كغيرهم من أبناء شعبنا في هذه المدينة.